وإن نقص ما قبلها عنها فلكل من السنة الماضية ما فيها. زي ما قلنا احنا في النقص خلاص يحسب على النقص، الزيادة اللي احنا بنحذفها، لكن النقص لا يضار صاحب رأس المال، لا يضار صاحب رأس المال. كل سنة تزكى على ما فيها، السنة دي 200، السنة اللي فاتت كانت 150، السنة اللي قبلها 100، تزكيها سنتين 200 على وديها 150 وديك على الايه على 100. كما إذا كان في الأولى 100 وفي الثانية 150 وفي الثالثة 200، فكل سنة إيه زكى ما فيها حسب النقص الموجود في السنوات السابقة. وإن زاد المال فيما قبلها عنها تارة ونقص تارة أخرى، كما لو كان فيها 200 وفيما قبلها 100، ففيما قبلها 300 يراعى في النقص فقط، قضى بالنقص على ايه ما قبله. السنه دي كانت 200، السنه اللي فاتت كانت 150، والسنه اللي قبلها كانت 300. انا ما وصلتنيش الا المبلغ الموجود قدامي الان، لا يحسب الزياده عن ايه في السنه الماضيه، لا تحسب، لان لم تصل الى رب المال. يا ابني احنا قلنا بنتكلم عن ايه؟ عن مال غايب موجود على بعد مئات الكيلوات او الاف الكيلوات، ولا نعرف انا كرب مسؤول عن الزكاه لا نعرف عنه، فبنتظر انا لما يجيني يقول لي والله في زياده او نقص. الزياده عما قبلها لا يحاسب عليها رب المال لانها لم تصل اليه. النقص يحسب ما قبله على النقص حسب لي، لانه هو خسارة في المال موجودة، فهل أزيد خسارة بأخذ الزكاة من رأس المال الموجود الآن؟ لا، حتى لا يضار صاحب رأس المال. ذكر مفهوم إن أضار العامل بقوله وإن احتكر العامل سواء احتكر ربه أم لا، فكد دين يزكيه لعام واحد بعد قبضه بانفصاله منين؟ من العامل، ولو أقام عند العامل أعواما. وهذا كله في العروض المشترات بالمال، يعني الراجل اللي حدنا الفلوس اشتغل نظام احتكار، وراء الاحتكار عاوز ياخذ سنين عشان تشوف الأسعار. نعم، هذا لا يزكي إلا عن سنة إيه؟ واحدة. نعم. وأما الماشية فحكمها ما أفاد بقوله عجلت زكاة ماشية أي القراض إذا بلغت نصابا حال حوله مطلقا حضرت أو غابت احتكرها العامل أو أدار. الفلوس اللي اديناها العامل اشترى بها شوية معيز شوية سياه، زكاتها منين يا مشايخ دي؟ من ذاتها. نعم أيوة، على النظام السابق اللي كان مر بنا. وأخذت منها إن غابت وحسبت على ربه أي رب صاحب المال، تأخذ زكاة من نفس الحرس والمشية وتحسب على مين؟ على صاحب المال، فلا تجبر بالربح كالخسارة. فإن حضرت فهل كذلك أو تأخذ من ربها؟ عندنا رأيين في المسألة. إذا كانت صاحبنا العامل اشترى الماشية في البلد، عاد يتاجر بها في البلد، فلتزكى منها ولا زكاته على ربها؟ ده المسألة اللي احنا نتكلم فيها الآن، فيها رأيين في المذهب. منهم من قال زكاته على ربها كزكاة فطر رقيقه،
طبعا الكلام ده مش موجود عندنا الآن. يعني العامل اشترى مجموعة من الرقيق بيتاجر فيهم، جاء العيد، زكاة الفطر على العالمين العمال العبيد دول على رب المال. فكذلك الماشية الموجودة في البلد زكاته على مين؟ أي من باب القياس. طيب الشيخ بيقول في كلام الشيخ نظر على الرأي الأول ده اللي بيحكيه الشيخ الخليل الشيخ الدردير، بيقول فيه إيه؟ فيه نظر. طيب أمال الرأي الثاني قال ويزكي العامل ربحه بعد النضوض والانفصال وإن قل عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه لعام واحد بشروط خمسة. لا على حال هو لسه ما جاش الكلام عن الرأي الثاني، لكن بصفة عامة المسألة دي فيها خلاف، يا ترى تحسب الزكاة على رب المال زكاة الماشية أو تؤخذ منها الزكاة؟ دول الرأيين في المسألة. لا الشيخ الدردير بيبين، بس هو أحيانا بيبقى في إيه اختصار، لأن أنت عارف الشرح الصغير مختصر منين؟ مختصر من الشرح الكبير، فدائما الشروح المأخوذة من غيرها تبقى فيها أي نوع من الاختصار. شوف العبارة بتاعته اهو، فلا تجبر بربحك الخسارة فإن حضرت، فإن حضرت يعني الماشية كانت في البلد، التجارة بها كانت في البلد، فهل كذلك تحسب على ربها؟ فهل كذلك تؤخذ من 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 قصدي من من رأس الماشية أو تؤخذ من ربها كزكاة فطر رقيقه؟ دول القولين اهو، هل تأخذ أنت من رأس من الماشية نفسها ولا تحسبها على مين؟ على صاحب رأس المال. دول الرأيين. ولذلك الشيخ برضو بيقول كلام الشيخ إيه نظر، لأن الشيخ ضغط الرأيين في جزئية يعني دقيقة جدا يعني. ثم شرع يتكلم، وفي حاجة ثانية برضو في كلام في محل النظر، الشيخ خليل قاس زكاة الماشية على زكاة فطر الايه الرقيق. يقول الشيخ الدريب يقول ده في كلام ده في نظر، لان الكلام في زكاة فطر الرقيق على رب المال هذه لا خلاف فيها، فكيف يقيس عليها زكاة الماشية اللي بيشتغل بها العامل في البلد؟ زكاة الماشية على ربها أو من رأس الماشية ده محل خلاف قديم عند الفقهاء المذهب، لكن زكاة الرقيق زكاة الفطر الرقيق على مين؟ قولا واحدا. فكيف الشيخ يقيس المسألة المختلف فيها على مسألة محل اتفاق؟ شوف ولذلك بقول كلام الشيخ في نظر يعني مش مسلم. نعم لا من الإنصاف، الإنصاف أنك أنت تعطي لكل رأي حقه، لكن كونك أنت تقيس المختلف فيه على المتفق عليه معناك رجحت أحد أحد الرأيين، رجحت أحد الرأيين. طيب ليه كان زكاة الرقيق على ربه كلام واحد؟ قال لأن في حديث وارد، في حديث ده نص موجود حدش يقدر يعني يجتهد فيه. طيب ثم شرع يتكلم عن على زكاة ربح العامل من مال القراض، ويزكي العامل ربحه بعد النضوض. عارفين كلمة النضوض يعني عندما يتباع البضاعة كلها تتباع،
ويصبح التجارة كلها أصبحت النقود، ده النضوض يعني. وزكي العامل ربحه وإن قل عن النصاب كمان، ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه برضو لعام واحد بشروط خمسة ذكرها بقوله. يعني العامل هيزكي ما نصيبه بعد الفصل، بعد الفصال، بعد المفاصلة، ولو كان أقل من إيه؟ من النصاب، بشروط الخمسة. إيه الشروط الخمسة دي؟ إن أقام القراض بيده حولا فأكثر من يوم التجارة، لا أقل من إيه؟ من حول. الشرط الثاني أن يكون حرين. الشرط الثالث أن يكون مسلمين. الشرط الثالث بلا دين عليهما، المقصود بالدين يعني دين ينقص النصاب. ثم الشرط الخامس وحصة ربه بربحه نصاب فأكثر. هذه الشروط الايه الخمسة. يعني امتى العامل يزكي ولو خلى عن النصاب؟ اذا كانت توفرت هذه الشروط الايه الخمسة، ان يكتب بيده حولا، كان حرين، مسلمين، بلا دين عليهما، وحصة ربه ايه نصاب فأكثر. والواو الحال لا أقل من النصاب، لا أقل يعني نصاب رأس المال أكثر من النصاب فأكثر، بل يستقبل حينئذ به. لو كان نصاب العامل رأس صاحب رأس المال أقل من النصاب، زي التجارة البسيطة يعني بتاعة 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه يعني 1000 جنيه ما فيهاش زكاة. إذا كان رأس المال بهذا الشكل وصاحبه برضه ليس عنده يعني ما يكمل النصاب، لا زكاة فيه، بل بيستقبل به حولا من يوم ايه ان ملك الايه النصاب. بل يستقبله حينئذ، او حصة ربه بربحه اقل من النصاب، ولكن عنده اي ربه ما يكمله. يعني احنا قلنا اذا كان عنده رأس المال النصاب كامل، أو كان أقل من النصاب ولكن عنده في البيت أموال أخرى يضمها لليه؟ لهذا المال اللي بيد العامل، فيكون عنده النصاب، حيث أن تجب الزكاة على مين؟ تجب الزكاة على العامل من نصيبه مشاركة مع مين؟ مع رب المال أهو. ولكن عنده ربه ما يكمله فيزكي العامل وإن قل، لأن زكاته تابعة لزكاة إيه؟ ربه. نعم نعم. لا وافق ازاي؟ لا الكلام ده امتى وافق؟ اذا كان موجود في البلد ما كانش غائب، واذا وكان وكانت ايه زكاة ادارة. نعم تفضل يا حبيبي. قبل ما ننسى يا مشايخ، احنا عشان اخواننا اولادنا عندهم امتحانات الاسبوعين القادمين، يعني هذا الدرس في هذا المكان نؤجل لمده اسبوعين فقط، ثم نستأنف ان شاء الله في الاسبوع الثالث. اما على حكمه، وإن أدير
إنما أمر رب القراض الغائب بالصبر وعدم زكاة ماله، لأنه لا يدري ما حال ماله في غيبته عنه. وإنما طلب من العامل عدم زكاة المال لما تقدم قريبا من أنه ربما يكون على صاحب المال دين لا يدري. ويزاد هنا أنه ربما يكون مات وهو لا يعلم به. وأما حسابها على رب المال من رأس ماله إذا أمره ربه بإخراجها، فلما تقدم عند المصنف أن إخراجها من الربح ضرر على العامل. وبقية متعلقات هذا الفرع التي ذكرها المصنف مصروفة بتعليلاتها. الفرع الرابع زكاة القراض لسنة إن احتكر العامل. وأما أن رب المال يزكي مال قراض العامل المحتكر كزكاة الدين لعامل واحد إلى آخره، فهذا يعلم تعليله مما مضى في زكاة الدين وفي زكاة عروض المحتكر. الفرع الخامس تعجيل زكاة ماشية وحرق القراض. العلة في تعجيل الزكاة ماشية القراض إذا بلغت نصابا حال عليه الحول هي ما قاله خليل رحمه الله، لأن الزكاة متعلقة بعينها، ومضى هذا التعليل موضحا في شروط زكاة عروض التجارة. وقد علل ابن حبيب لهذه المسألة بهذا التعليل، فإنه قال: وأما الغنم فمجمع عليها بالرواية عن مالك من المدنيين والمصريين أن زكاتها على رب الله. ابن حبيب مشايخ ده، أنا قلت أظن الفقهاء الثلاثة اللي كانوا موجودين في الأندلس أحد الثلاثة، إذا قيل يعني عالم الأندلس يقال مين؟ عبد الملك ابن حبيب، وإذا قيل فقيه الأندلس يقال ابن بشير، وإذا قيل عاقل الأندلس يقال مين؟ يحيى ابن يحيى الليثي. هذا الرجل كان عجيب، كان له في كل فن عمق، فلذلك لما جاء إلى القاهرة كان السابقون أول عالم من خارج البلد يأتي مغضبين نفسهم، أول ما ينزل يستريح يسألوه عن كل فنون العلم. فلما جاء عبد الملك بن حبيب إلى القاهرة واجتمعوا حوله، واحد منهم قال إنه فقيه، واحد قال إنه محدث، واحد قال إنه مفسر، واحد قال إنه منطقي أصول يعني ومن واحد قال ده شاعر، فقال كلكم صدقتم. كلكم صدقتم، اسألوني في كل هذه الجوانب. فسألوه فأجاب عن كل ما سئل في هذه الجوانب كلها.